السلام عليكم حجي. عليكم السلام يمه. حجي احنا مباراة شاكر التكافل الاجتماعي. هلا بكم يا بعد عيون. سمعنا ظروفك من الناس الطيبة وجينا زيارة. الله يسلمكم يمه ان شاء الله ويحفظكم رب العالمين. أه حجي كم واحد انتم؟ احنا بس انا وخيتك يمه. نعم. ايش قصة صار زوجك متوفي؟ يمه صار له حوالي 12 سنة. 12 سنة. ايه. كان موظف؟ اي يمه بالاتصالات. يستلم راتب القاعدي؟ اي يعطونا 450 كل شهرين. هو يجوز اكثر بس احنا لين عقنا فرين 450 كل شهرين. كل شهرين. اي والله. ما عندك راتب رعايه؟ لا يمه لا. كل مصدر دخل ثاني؟ لا يمه كل شيء ما عاد بس رحمه الله والناس الطيبه كل شيء ما عاد. هذا السكن مالكم شنو حجيه؟ ايجار يمه. ايش قد ايجار؟ 200 والله. 200 بالشهر؟ اي والله ال 400 نجيبهن نطيهن لهم من ضل انا واخيتك والله العظيم. شو نسوي؟ هاي زين هنا اختنا وايد تشتغل بالخبز بالخياطة. لا يما ما تعرف كل شيء ما تعرف. فشغلة احنا نقدر نساعدها بيه. والله يما ما تعرف لا تخيط ولا تخبز هات تشوفها هي هم خطي شو هم تعذبت بيها هم والله ظلمها. الحمد لله الحمد لله. اي والله. احكي لي على وضعك الصحي حجي. اه يما. وضعك الصحي. يما وضع الصحي نص ونص. هاي رجلي قلت لك يراد لطرف. زين. اي. ويراد لسبلت هذا عطلان البطل ماله من فوق. زين. ايه ويراد لي شرباية طبية. زين. ايه ويراد لي الدواء يوم. يعني تاخذين دواء؟ اي يوم. ايش قد يكلفك علاج بالشهر؟ يوم 50,000. شنو عندك انت حجي غير يوم عندي سكر وعندي ضغط وعندي مفاصل وجلطات عندي 3 ضربات. نعم. هم ماخذ من علاج. نعم. اي كل شهران العلاج يصير 50,000 والحفاظات وشي يوسع 50,100. نعم. اي والله هاي الناس الطيبة خطية تجيبن ما قلت لك انا عندي لا ان شاء الله حجي من برامجنا عندنا بطاقه غذاء والاكساء قيمتها 50,000 دينار من البطاقه الطبيه مقدمه للدكتور حسين الركابي. نعم والله. وان شاء الله الاخوان راح يشوفون دار استغاثه وبالخير قدم رب العالمين. نعم والله.